ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمت ماروك أخبار يومية من مصدر مطلع أن كورنيش عين دياب بالدار البيضاء شهد في الساعات الأولى من يوم الأحد وقوع مطاردة هوليودية بطلها الشرطي السابق هشام ملولي والذي حاول إيقاف للصين سرق هاتفا محمولا. وأوضح المصدر ذاته أن هشام الملولي عاين لحظة قيام للصين على دراجة نارية من نوع C90 بسرقة هاتف محمول من شابة ما دفع به إلى التدخل من خلال مطاردتهما بواسطة دراجته النارية السريعة بالرغم من تهديدهما له بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير. وأشار ذاته المصدر إلى أن الملولي عجز عن إيقاف المعنيين بالأمر عقب ولوجهما لكاريان المسعودي بالحي الحسني مؤكدا أن العديد من المتواجدين بكورنيش عين دياب عبروا عن إعجابهم الكبير به بعد قيامه بهذا التدخل. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.